من جحيم الحرب في اليمن إلى جحيم الهناجر في ليبيا، قصص مأساوية لشباب يمنيين أجبرتهم الحرب على مغادرة البلاد أملاً في الخلاص وفي حياة كريمة في بلدان اللجوء، لكن رحلتهم سرعان ما تتحول إلى جحيم على يد عصابات الإتجار بالبشر. أهلا بكم. تحقيق جديد يروي قصصا مأساوية اليمنيين أرادوا الهجرة إلى أوروبا فانتهى بهم الحال داخل هناجر تعذيب في ليبيا، إذ يتم جمعهم في هناجر مخصصة للاعتقال والتعذيب تتفاقم معها متاعب اليمنيين ومعاناتهم. فأمام الرغبة الكبيرة في الهجرة واللجوء إلى دول أوروبا، يتعرض اليمنيون لعمليات نصب واحتيال، لكن ما هو أخطر من ذلك هو وقوعهم بأيدي عصابات تتاجر بالبشر. شهادات مؤلمة تكشف جانبا من مأساتهم. آلاف اليمنيين الباحثين عن اللجوء، كثير منهم يقضون غرقا في البحر أو هلكا في الصحراء، ومنهم من يقع في جحيم العصابات. كيف تحولت ليبيا من محطة عبور للمهاجرين إلى جحيم ولماذا تغيب مؤسسات الدولة عن أوجاع المهاجرين اليمنيين؟ هاربون من جحيم الحرب في اليمن، حددوا وجهتهم واختاروا الطريق. لم يدر بخلدهم أن إحدى محطات الرحلة ستتحول جحيما. يمنيون كانت ليبيا مجرد نقطة عبورهم إلى أحلامهم، لكنهم وقعوا بين براثن وحوش متعددة الجنسيات تسومهم سوء العذاب. وجدوا أنفسهم أمام عصابات إجرامية حولتهم إلى رهائن وابتزت أسرهم وعذبتهم بطرق وحشية على مسمع من أهاليهم. تقرير حديث على موقع المصدر أونلاين حمل عنوان قصص مأساوية ليمنيين أرادوا الهجرة إلى أوروبا فانتهى بهم الحال داخل هناجر تعذيب في ليبيا، يكشف جانبا من مأساة اليمنيين في رحلة اللجوء. التقرير يتحدث عن نشاط منظمات الإتجار بالبشر التي تتعامل مع اللاجئين كسلعة وتجارة مربحة، يساومون أهاليهم على ثمن حريتهم وحياتهم وكرامتهم. من يملك المال ينال حريته وينقذ حياته. أما اليمنيون وهم من الغالبية الفقيرة المحتجزين لدى تلك العصابات في ليبيا، ومثلهم الآلاف الأفارقة، فهم لا يملكون ثمن حريتهم. بحسب المنظمة الدولية للهجرة عام 2017، فإن 20,000 مهاجر تحتجزهم عصابات إجرامية في مراكز احتجاز غير قانونية في ليبيا. يتعرض المهاجرون لأصناف شتى من المتاعب، كالازدحام وانعدام التهوية وسوء التغذية وانتشار أمراض مميتة. لكن ليس هذا فقط ما يعانيه المهاجر في مراكز الاعتقال، بل هناك ما هو أسوأ وأمر. بحسب التقرير، فإن مهاجرين قتلوا وعذبوا بالضرب والصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر، وأجبروا على الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة، علقوا على الأشجار، وتم تقييدهم وضربهم. يمنيون اتخذوا قرار الرحيل عن الوطن بحثاً عن الأمان الذي فقدوه في وطنهم، لكنهم اختاروا طرق الرحيلة غير الشرعية، فهي المتاحة أمامهم بعد أن تعثرت بهم السبل. لكن الثمن فادح، حيث يلقى العديد منهم حتفه إما في هناجر وأقبية التعذيب أو في صحاري الموت أو في عروض البحر. وليس أبعد من ذلك ما حدث للصحفي اليمني محمد الأهدل، الذي توفي غرقاً مع عشرات الشبان من جنسيات عربية مختلفة بينما كانوا يعبرون البحر باتجاه إسبانيا. ومثله أيضا بطل اليمن في لعبة الكونغفو هلال الحاج، الذي توفي إثر غرق قارب كان يقله مع عشرات الشباب أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر المغرب. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الصحفية سامية الأغبري عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير سامية.
مساء النور. أهلا سامية، أنت قمت بعمل هذا التقرير الاستقصائي حول قضية المغتربين أو المهاجرين غير الشرعيين. في البداية نود منك أن تضعينا في صورة ما توصلت إليه من معلومات. هو بالبداية كان رسالة وصلتني من أحد الأصدقاء بأن هناك شباب احتجزوا في ليبيا من قبل مهربي البشر. فكان البداية في بداية الموضوع أن نقوم بمساعدة أهلهم عبر صداقاتنا وعلاقاتنا مع الليبيين للإفراج عنهم. حاولنا وتواصلت مع أسر الضحايا، حاولت مع مجموعة من الليبيين كانوا من المسؤولين أو منظمات العاملة هناك، فتحولت الفكرة أن نقوم بعمل تحقيق صحفي حول القضية. تواصلت مع جميع الأطراف بما فيهم الضحايا أو أسر الضحايا. كان من بين الضحايا شاب سوري وآخر سوداني. سوري حكى لي كثير من القصص المؤلمة حول ما يتعرض له عباس ويحيى في هناجر التعذيب في ليبيا في الكفرة، الذين فيما بعد نقلوا إلى بني وليد. بعدها فتحولت إلى فكرة تحقيق صحفي أو تحقيق استقصائي حول القضية. كم عدد الأشخاص الذين تناولهم التحقيق؟ بحثت عن كثير. هو حسب المعلومات التي وصلتنا 6 أشخاص، السابع أو السادس لم نتأكد من صحة وجوده فعلا، اسمه حسن لم نتأكد، وليس استطاعتنا أصلا البحث هناك في مناطق خاضعة أساسا للميليشيات. لكن المؤكد أن نواف ويحيى، يحيى أطلق سراحه بعد دفع فدية اليوم، وعباس، وشخص اسمه مروان، والنبهاني المختفي الذي لا يعرف مصيره منذ عيد الأضحى الماضي. نعم، بداية يعني وأنت تقومين بالتحقيق سامية، بالتأكيد توصلت إلى معلومات حول ظروف اعتقالهم، كيف تم النصب عليهم، يعني اختيار ليبيا وكل ذلك. هو حسب ما روى أحد الشباب، والحاجة الشاب السوري الذي خرج روى قصص مؤلمة وكيف نقلوا من منطقة لمنطقة، وطبعا كانوا يباعون من عصابة إلى أخرى ومن مهرب إلى آخر. طلبت منه أن يصلني بأشخاص قريب أحد الضحايا. أوصلني بشخص يدعى فاضل وهو شاب سوداني، قال أنه التقى بيحيى وعباس في السودان وهما ذاهبين إلى ليبيا، حذرهما من المخاطرة، وطلب منهما البقاء في السودان على أن يتكفل هو بمصاريفهما، لكنهما رفضا وانتقل إلى دار السلام. هناك احتجزوا يبدو من قبل السلطات، ثم اتصلوا بفضل يطلبون منه يستنجدون به، فعمل على إطلاقهما وعاد إلى السودان. أصر على العودة إلى ليبيا، وعبر الصحراء الليبية أو عبر الصحراء ذهبوا إلى ليبيا. تلقفتهم طبعا أيادي المهربين، كان المهرب سوداني هو من دلهم على المنطقة هذه، وهو من دلهم على مهربين آخرين على أساس أنه سينقلهم بأمان إلى أوروبا. غالبا يتم خداعهم من قبل هؤلاء المهربين بأنهم سينقلون بأمان في مناطق مثل المغرب مثلا، يتركز المهربون في مناطق يتواجد فيها بكثرة المهاجرين، على اعتبار أنهم هم من سينقلونهم إلى مناطق مثل مليليا في المغرب، وهم يتركزون في الناظور مثلا في المغرب. في ليبيا كما قالت مفوضية اللاجئين أنهم يتنكرون بزيها، وأنهم موظفي في البعثة في المفوضية. الأخطر من كل هذا أن هناك متواطئين المفوضية. الأخطر أن هناك متواطئين من قبل الحكومتين الليبيتين، الحكومة الانتقالية وحكومة الوفاق، وخصوصا الحكومة الانتقالية التي تناصر الخليفة حفتر. في المناطق هذه بالذات يخضع آلاف الضحايا حفتر، آلاف الضحايا يعتقلون في تلك المناطق ويتعرضون للتعذيب. نعم، يعني بداية سامية حتى نضع متعددة، شبكات متعددة للجنسية. نعم، حتى نضع المشاهد فقط في الصورة، فالأسماء التي تذكرينها يحيى وعباس وفضل، هؤلاء هم أشخاص يمنيين ذهبوا للهجرة عبر ليبيا من ضمن عشرات أو ربما أكثر من هذا الرقم، وتم اختطافهم عبر عصابات في ليبيا. إذن سامية،
يعني للأسف الشديد يعني هناك أكثر من عصابة، أكثر من شخص يتم توصيلهم سواء من السودان وحتى ليبيا، وفي ليبيا يتم قلتي بيعهم على أكثر من عصابة. بالضبط. نعم، إذا يعني بالضبط للتصحيح فاضل شاب سوداني وليس يمني. نعم، إذا ما الذي تعرض له هؤلاء الشباب في يعني حينما وقعوا في قبضة العصابة؟ حسب رواية الأهالي، حسب رواية أهالي الضحايا والضحايا الذين أفرج عنهم، طبعاً الشاب السوداني أرسل لي صوره وقد قطعت بترت أطراف قدميه، يتعرضون للصب الماء، يصبوا عليهم الماء وهم نائمون في عز البرد، يضعونهم تحت أشعة الشمس، يتم تعليقهم بالأشجار، النساء يتعرضن للاغتصاب. طبعاً تقارير الأمم المتحدة وتقارير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والخبراء تؤكد هذه القصص، وتؤكد ايضا ان هناك نساء حاملن نتيجه الاغتصاب يتعرضوا، طبعا هناك يتعرضون للقتل. بالامس او من يومين قتل عدد من المهاجرين حاولوا الهرب في الكفرة في بني وليد في براك الشاطئ. في براك الشاطئ حاول مجموعه من الشباب 85 مهاجر حاول الهروب فاطلقت عليهم الرصاص. 350 شخص حسب المصادر انهم موجودين في هذه المنطقه محتجزين لدى العصابات. العصابات كما ذكرت لك سابقا هم من يقودها اناس من المغرب والنيجر وليبيا والسودان. قائد هذه العصابه التي احتجزت الشباب اليمنيين هو ليبي وسوداني، السوداني مقيم في السودان والليبي في ليبيا، وهو صاحب الهنجر ويدعى عبد المنعم، وهو صاحب الهنجر الذي يتعرض فيه المحتجزين الرهائن للتعذيب. نعم، إذا سامية يعني هل هناك قصص ناجحة استطاعت الوصول إلى أوروبا عبر هذه الطريقة حتى تغري بقية الشباب؟ يعني للأسف الشديد تداولت في الفترة الأخيرة مأساة الاختطافات من قبل العصابات، الضياع، الغرق أيضا عبر البحر، والكثير من المخاطر التي يتعرض إليها هؤلاء من يظنون أن الهجرة إلى أوروبا بهذه الطريقة بطرق غير شرعية هي طرق ناجحة. ما هو السؤال؟ يعني هل هناك قصص نجحت في الوصول إلى أوروبا عبر المهربين؟ عبر المهربين هو هذا ما شجع الشباب. نعم. يعني هناك أعرف حالة أو حالتين نجحوا بالوصول، وطبعا حتى الحالتين كانوا قد تعرضوا لكثير من النصب والابتزاز من العصابات واستطاعوا الفرار، لكن ليس كل الشباب قادرين على الفرار من العصابات أو فهم ما يدور في رؤوس هذه العصابات. تقريبا حالتين التي أعرفهما أنهم وصلوا إلى أوروبا عبر الناظور في المغرب. نعم، لم التركيز على، لكن هذا لا يشجع بقية الشباب لأنه الغالبية يا إما احتجزوا يا إما قتلوا في البحر. نعم، إذن يعني لما ليبيا بالذات؟ لما تم اختيار ليبيا برأيك؟ لأن الدخول إلى السودان هو أسهل لليمنيين، ومن السودان يستطيعون الدخول إلى ليبيا عبر الصحراء إلى الكفرة الحدود الليبية في الحدود الليبية السودانية، لهذا يذهبون إلى السودان ومن السودان إلى ليبيا لأنها الأسهل. هم طبعا يتمنون الدخول إلى المغرب، لكن الدخول إلى المغرب صعب جدا خاصة بعد ما شددت السلطات المغربية بموضوع الفيزا. طيب، يعني هذه المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الشباب والقصص المأساوية التي يعني يتم تداولها بين لحظة وأخرى، ما هو الدافع الذي يجعل يعني مثل هؤلاء الشباب وأعمارهم كما ذكر التقرير يعني ما زالوا في بداية عمرهم في العشرينات تقريبا، يعني لما يغامرون بحياتهم رغم كل هذه المخاطر؟ يعني بلد يعيش الحرب وبلد مدمر ما فيش مستقبل ولا وظائف، فطبيعي انه يفكروا بالهجرة. اذا كان شباب من المغرب العربي من تونس والمغرب يغامرون عبر البحر وهم الى حد ما حالتهم الامنية ووضعهم الامني مستقر، فما بالنا في بلد مدمر تتقاسمه الميليشيات وشرعية فاسدة، لا وظائف ولا مساحات آمنة ولا مستقبل، فطبيعي انهم يفكرون بالهجرة. هم يقولون، الذين تواصلت معهم يقولون، ان نموت ونحن نحاول افضل من ان نموت ونحن باقون في اليمن. نعم، إذن سامي يسمح لنا أن ينضم معنا منير سيف، وهو أحد أقارب المهاجرين المختفين من عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير منير. مساء الخير والعافية.
أهلا بك منير. تقريبا قريبك هو نواف وهو أحد المهاجرين المختفين. بالضبط. نعم، ما هي القصة لو سمحت؟ أخي نواف هو أحد الشباب الطموح الذي فكر بالهجرة عن طريق ليبيا. نعم. وقد كان جلس فترة في السودان ولعب عليه المهربين السودانيين على أساس أنهم هربوا عن طريق ليبيا وبعدين من ليبيا إلى أوروبا. أخذ الفكرة برأسه وتوكل، والآن هو في منطقة الكفرة محتجز من شهر 5 من 25 بالأصح 2019 ولحد اليوم لم يفرق عنه. بيد من تم اعتقاله؟ من الذي؟ عن طريق المهربين اللي هربوا من السودان إلى ليبيا وباعوا المهربين الأولين للمهربين جدد، وبقى الآن في ليبيا في منطقة الكفرة. هو أكثر من التواصل معنا من منطقة الكفرة عن طريق المهربين. هل يتم التواصل معكم؟ لا حاليا لا، الآن تقريبا من حدود شهرين لم نتواصل معهم ولا يتواصلوا معنا لأنهم طالبين مبلغ فدية، مبلغ كبير جدا، وليس بالاستطاعة أن نحن ندفع هذا المبلغ. كم طلبوا منكم؟ طلبوا 8,000 دولار. المهربين يعني بس. نعم، تواصلوا معكم المهربين وطلبوا هذا الرقم؟ وطلبوا هذا الرقم، وبعدين تفاجأنا أنه ليس نواف فقط في المنطقة وإنما في 6 معاه في نفس المكان. طيب، يعني لما تواصلوا معكم كيف كان طلبهم؟ هل فعلا استمعتم لأصواتهم وهم يتعذبوا؟ كيف كان يعني التواصل الأول؟ التواصل الأول اتصلوا من تلفون المهربين وعلى أساس أنه نواف يكلمنا. تمام. أنه نواف يطلب الفلوس، يقول يا جماعة الخير دبروا الفلوس علشان أنه يفرقوا عنا، إحنا في تعذيب، إحنا في مكان ما يعلم به إلا الله، والمنطقة حارة وفي هنجر لا نعرف وين إحنا بالضبط، بس اللي نعرف أنه منطقة الكبرى على ما يتداولوا المهربين بينتهم البين. طيب، يعني لما قرر منير أنه يسافر بهذه الطريقة كيف كان ردة فعلكم؟ هل نواف عفوا، هل اعترضتم؟ ما موقف الأسرة من هذا القرار؟ طبعا احنا ما انتبهنا انه مشي بهذه الطريقة الا لما توصلوا الخاطفين. يعني قال لكم انه بيهاجر بطريقة طبيعية، ما كلمكم شنو عبر ما تكلم احنا بيهاجر، ما تكلم انه بيهاجر من السودان. هو على اساس انه جالس في السودان. في تاريخ 20/5/2019 اتصلوا الخاطفين من تلفون، اتصلوا الخاطفين انه نواف معنا في ليبيا. طيب، خلال الشهرين اللي انقطعتم بالتواصل فيها مع المهربين وانقطعت اخبار نواف عنكم، مع من تواصلتم؟ هل تم التواصل مع السفاره اليمنيه في ليبيا، الحكومه اليمنيه، بعض المنظمات؟ لا، تواصلنا مع السفير حسن الحرده، بالسفير اليمني في ليبيا. نعم. ومقيم في تونس، وقال لا نقدر ان نستطيع اي حاجه غير ان احنا نتكلم مع المنظمات الدوليه او ولم يتكلم لحد اليوم، ما فيش رد انه مع المكلمات الدوليه. وانتم هل قدرتم تتواصلوا مع اي منظمه بهذا الصدد، بهذا الموضوع؟ لا والله ما قدرنا، لانه الاستاذه ساميه وكمان في واحد في امريكا اسمه لبيب ناشر هو اللي تواصل مع الاعلام وفتح القضيه الاعلاميه. نعم. طيب منير، يعني لمن توجهوا يعني مطالبكم او لمن تحملوا المسؤوليه؟ يعني ما الذي تريدون من يعني معك فرصه الان عبر قناه بلقيس ان تقول ما تريد قوله لمن يعني يهمه الامر في هذا الموضوع؟ طبعا الامر الاهم والاول للحكومه اليمنيه بالشكل عام، للحكومه اليمنيه وبعدين الحكومه الليبيه، لانه الامان اللي هو فارس وصار انه يخلي الشباب اليمني يهاجر من بلاده هو سبب الاقتصاد، الوضع المتردي للاقتصاد والمعيشه، غلاء المعيشه بشكل عام في اليمن غير المطاقه. لذلك احنا نناشد الحكومه اليمنيه في الاول، ونناشد منظمات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني اللي تهتم في حقوق الانسان وحقوق اللاجئين، لانه الشباب نص الشباب اليمني الآن يفكر بالهجرة من اليمن. نتمنى أن يصل صوتك منير للمعنيين وأن يعود إليكم نواف بالخير والسلامة بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لك منير سيف، قريب أحد المهاجرين المختفين، كنت معنا عبر الهاتف
من صنعاء، عودة إليك سامية. سامية، يعني استمعتي لحديث منير. للأسف الشديد يعني دور السفارة اليمنية كما قرأنا أيضا في التقرير يعد دور سلبي، يعني هي لا تقوم بما يفترض به القيام، وخاصة يعني وهي أقرب، يفترض يعني أن تكون هي أقرب للحكومة هناك، تستطيع التواصل بالعديد من الأطراف. هو الحكومة اليمنية بشكل عام تخلت عن مواطنيها في كافة السفارات. في ليبيا الوضع معقد قليلا، في ليبيا لا توجد دولة، حلت محل الدولة العصابات الميليشيات. فحتى إذا كانت الحكومة الليبية تقول أنا عاجزة، الميليشيات المسلحة أقوى منا، فما الذي يمكن أن تفعله السفارة؟ من وجهة نظري قد يكون رأي غير صائب، لكن طالما أن هناك حالات تم الإفراج عنها بعد دفع الفدية، كان يمكن الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية على الأقل في دفع الفدية لنواف. نواف لا يستطيع دفع الفدية، في البداية طلبوا 2000 دولار، وبعدها زاد المبلغ ادفعوا 8000 دولار أو سنقتله. الحكومة اليمنية تواصلت حسب السفير اليمني في ليبيا أن السفارة تواصلت مع هم لا يستطيعون التواصل طبعا مع الميليشيات لأنهم العصابات، لأنهم لا يعلمون أين هم ولا أين يتواجدون. حسب ما قال السفير هم يتواصلون مع المنظمات الأممية، مع الحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، يتواصلون مع جهات معترف بها، مع جهات الرسمية. كان نائب الرئيس الجالية اليمنية في ليبيا نزل إلى الكفرة للبحث عن المهاجرين وعن مناطق احتجازهم، لكنه لم يفلح في إيجادهم. كل ما تقوم به الحكومة اليمنية هو نقل الجثامين الموتى الذين يموتون في عرض البحر أو منتظر أن يقتلوا الذين هم محتجزون لدى العصابات في ليبيا. إذن سامية، يعني للأسف الشديد يعني كما قلت هناك تخلي واضح عن هؤلاء المواطنين والذين جربوا حظهم، للأسف وقعوا في أيدي هذه العصابات. لكن ماذا عن دور المنظمات المعنية بهذا الأمر، خاصة وأن منظمة أو مفوضية اللاجئين أتيح لها عبر يعني أن تقبل اليمنيين كلاجئين في ليبيا من ضمن 9 دول حسب ما ورد في تقريركم؟ هو ملف المهاجرين كبقية الملفات للمتاجرة، المنظمات الدولية ومنها المنظمات الأممية تتاجر بقضايا المهاجرين. كل ما تفعله المنظمات هو إصدار بيان أو تقرير وإحصاء عدد الضحايا. حاولت التواصل مع مسؤولين في هذه المنظمات، تجاوبوا في البداية، لكن عندما أخبرتهم ما هي القضية وما هو المطلوب منهم لم يتجاوبوا بعدها. تواصلت أيضا مع أمن الكفرة وعدد من المسؤولين الأمنيين هناك، أيضا لم يتجاوبوا. إحدى المنظمات الأممية قالت نحن لا نستطيع أن ندلي لك بأي معلومات، كل ما أستطيع فعله أن أرسل لك تقرير. أرسلوا لي فقط تقرير عن وضع المهاجرين في ليبيا. نعم، إذن أيضا ورد في التقرير يعني أن هناك ربما شبهة ب يعني تواطؤ بين الحكومات في ليبيا مع هذه العصابات، ما صحة هذا الأمر؟ هو لم يعد مجرد اتهام، هو يبدو أنه أصبح حقيقة. أحد المهاجرين الذين خرجوا من السجن ذكر لي اسمين من الذين يشتغلون بالشرطة، مثلا أحمد وحميد، يعملان في الشرطة وأيضا يعملان مع العصابات، مع عصابات التهريب. طبعا المتاجرة بالمهاجرين تجارة مربحة. الأمم المتحدة وتقرير البعثة الأممية والخبراء أكدوا هذا الموضوع، أن هناك تواطؤ من قبل الحكومات ومن قبل مسؤولين في الدولة مع المهربين. سبل السلام هو لواء في الجيش الليبي متهم أيضا، وأدرك ضمن المتهمين بأنه يسهل عمليات البيع والمتاجرة بالمهاجرين، وهو الذي يفترض به حماية المهاجرين في المناطق الحدودية بين السودان وليبيا. نعم، إذن سامية، مئات المهاجرين يموتون في عرض البحر ويقعون في
أيادي هذه العصابات ويتعرضون للنصب وللعديد من المخاطر. يعني من خلال بحثك ويعني متابعتك عبر المفوضيات أو المنظمات، هل هناك طرق آمنة لهؤلاء الشباب للخروج من اليمن إلى دول أكثر أمانا واستقرارا دون التعرض لهذه المخاطر؟ هو الطريقة الآمنة أنهم يسجلون لدى المفوضية، والمفوضية تقوم بإعادة توطينهم، لكن حتى الآن أساسا لا يعترف باليمنيين كلاجئين، ولا أعرف حقيقة السبب. كان هناك معلومات قبل فترة يتم تداولها بأن الحكومة اليمنية رفضت اعتبار اليمنيين لاجئين حتى لا يتم توريط يبدو السعودية في قصة الحرب على اليمن ومن هذا. لكن هناك طرق آمنة أيضا كما ذكرت لك، أنه إعادة توطين المهاجرين اليمنيين في دول أوروبية كما حدث للاجئين من دول أخرى. لكن هؤلاء لابد أن يكونوا خارج اليمن، يكون هناك طرق آمنة، السماح، تسهيل على الأقل الفيزا. هل لابد أن يكونوا خارج اليمن؟ يعني ماذا عن الذين هم في الداخل؟ هل يمكن إعادة توطينهم عبر المفوضية؟ لا أعرف إجراءات المفوضية في اليمن كيف يتم، هل يمكن تسجيل اليمنيين كلاجئين من اليمن مثلا؟ ما أعرفه هو أن يتم عبر السفارات، وليس لدينا سفارة في اليمن، سفارات في اليمن. يمكن من القاهرة التسجيل في المفوضية، لكن حتى الذين سجلوا من 2014 حتى اليوم في المفوضية لم ينقل ولم يعاد توطين شخص واحد في أي دولة غربية. نعم، إذن يعني هل بشكل عام هل هناك تقصير؟ لا أشجع على المخاطرة. نعم نعم، تفضلي عند هذه النقطة بالذات حتى نحذر العديد من الشباب. يعني الكثير يتم فقدانهم وربما آخرهم الحاج الذي توفي في هلال الحاج في البحر، يعني وربما لن يكون الأخير للأسف الشديد. ماذا تقولي لهؤلاء الشباب؟ احنا كنا نبهنا على السفارات، بعض السفارات في الخارج، السفارات اليمنية التي يمكن ان يهاجر منها اليمنيين، مثل السفارة اليمنية في مصر والسفارة اليمنية في ليبيا وفي المغرب، ومع مجموعة من الدبلوماسيين تحدث على انه يمكن ان تقوم ببرامج توعوية عبر التلفزيون وعبر قنصلياتها وسفاراتها في الخارج لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويمكن ان يستضاف هؤلاء الضحايا الذين نجوا من الحبس ومن الموت، يدلوا بشهاداتهم حتى الذي يفكر بالهجرة يعيد النظر بهذا الموضوع. أنا أنصح الشباب اليمنيين ألا يغامروا، لأن الطريق وخصوصا طريق ليبيا طريق خطرة، لا يمكن أن يصل الشخص في ليبيا، يعني كل الذين في ليبيا اليمنيين تقريبا لم يهاجر شخصا واحد من ليبيا، فالأفضل أن يبقوا في بلدهم. نعم، وأن لا يقربوا يد العصابات أو يموتوا عرض البحر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سامية الأغبري الصحفية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت. ونحن كنا نود التواصل مع يحيى الذي خرج اليوم من ليبيا، ولكن للأسف ربما الدواعي أمنية لم نتمكن من الوصول له. شكرا مرة أخرى لك سامية. وينضم معنا عبر الهاتف عبد العزيز أحمد، وهو شاهد عيان على الجرائم التي تعرض لها المهاجرون اليمنيون من ليبيا. مساء الخير أخ عبد العزيز. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك عبد العزيز، أنت مهاجر سوري، ربما اطلعت على العديد من قصص اليمنيين الذين تم اختطافهم على يد العصابات، حدثنا عن ذلك. تمام، أنا كنت ب 2018 بنهاية 2018 كنت قاعد بالسودان. نعم. خرجت من السودان طالع بهجرة. بس ما كنت متخيل الوضع بليبيا هيك، يعني كنت أسمع بس ما كنت متوقع إنه هنا العصابات بيبيعوا وبيشتروا بالناس. بيبيعوهم مثل العبيد. وحتى إنه قد ما دفعتي فلوس بيضلوا بيستفزوكي بهالحاجات دي وبيبيعوكي. وين ما كنت. طيب ماذا عن المهاجرين اليمنيين، يعني كيف كان وضعهم؟ بالنسبه للمهاجرين اليمنيين وضعهم مو بس اليمنيين، بكل يعني بكل انحاء العالم اللي عم يجوا على ليبيا مشان الهجره، عم يتم بيعهم وشرائهم وتعذيبهم عشان ياخذوا من اهاليهم الفلوس.
يعني ما هي يعني كيف يتم التعذيب عبد العزيز؟ والله تعذيب جسدي وجوع وغير عداك عن الامراض والاوبئه اللي صارت بالاماكن اللي يستجزون فيها. هل يتوفوا بعض الناس بجراء هذا التعذيب؟ نعم. طيب انا اكدت باول مكان احتجزت فيه كان في شخصين صوماليين. نعم. واحد منهم من الصومال، واحد منهم مات بسبب سوء التغذيه والتعذيب. طيب عبد العزيز، يعني انت استطعت ربما الخروج من يد هذه العصابه، لكن انت قلت يعني وانت تتحدث عن مهما تم الدفع فهم يطلبون اكثر، كيف تصرف الاهالي برايك جراء هذه الاشكاليه؟ نعم. انا خرجت سبحان الله الحمد لله يعني رب العالمين، خرجت بقدره رب العالمين. انا وقت كنت محتجز باخر مكان احتجزت فيه كنت يعني على وشك يعني عم نازع عم احتضر، يعني لو ما كنت عم نازع واحتضر ما كانوا خرجوني، هن كانوا عايزين فلوس بس، يعني لو اتشاركوني انه خلاص يعني يئسوا مني عايزين بس الفلوس من اهلي، خلوا اهلي يدفعوا الفلوس وخرجوني. نعم، يعني هم يهددوا الاهل انه لو تميت انا بصحتي، لو تميت بصحتي كانوا ردوا باعوني. يعني يظلوا يعذبوا فيكم اذا ما دفعوا اهاليكم ممكن يتخلوا عنكم، لكن هم يهددوكم بالقتل صح؟ يهددونا بالقتل ان ما دفعنا الفلوس. طيب عبد العزيز، يعني انت ربما كان عندك فكره انه الهجره الى ليبيا بتوصلكم لاوروبا، وزي ما قلت انت سمعت، لكن لما جيت على الواقع شفت اشياء مهوله من التعذيب. انا سمعت بس ما كنت متوقع بهالاسوه هي وبهالهمجيه هي، انا كنت اسمع انه خلاص تدفع فلوسك بمبالغ بسيطه وتمشي تعدي، ما كنت متوقع انه بيبيعوك وبيعذبوك ومستحيل تصل لاوروبا. يعني غالبا لا احد يصل. لا احد يصل. وهي هدول كيف بدي اقول لك، هن كلياتهم شبكه واحده. عندهم بكل دوله شخص يستلم من 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 اهالي، مثلا اذا كان من الصومال عندهم شخص من الصومال يستلم فلوس، عندهم شخص من السودان يستلم فلوس، عندهم بغانا، بنيجر، بكل انحاء افريقيا تقريبا. طيب اخيرا عبد العزيز، يعني كونك انت صاحب تجربه والحمد لله ربي نجاك وان شاء الله ينجي البقيه، يعني وجه كلام لبقيه الشباب اللي يظنوا انه الهجره بطرق غير شرعيه ممكن توصلهم الى احلامهم في الوصول الى اوروبا. والله ما هو احلام، والله هذا طريق الموت وانتحار. انتحار، انا ندمان على كل على الساعه اللي طلعت منها. انا ندمت. خير ان شاء الله. خسرت صحتي ومالي وخسرت اهلي كثير. اذا الحمد لله على سلامتك عبد العزيز، وان شاء الله ربي يفك اسر البقيه. عبد العزيز احمد شاهد عيان على الجرائم التي تعرض لها مهاجرون يمنيون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا. وينضم معنا الاستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات. مساء الخير استاذ توفيق. مساء النور لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. اهلا بك استاذ توفيق، يعني بدايه كيف تتابعون قضيه هؤلاء اللاجئين الذين يتعرضون للاختطاف وللبيع والاتجار بهم عبر مهربين وعصابات عديده؟ ربما استمعت لحديث عبد العزيز ويقول في كل بلد هناك شخص يستلم المال من اهالي هؤلاء المختطفين. في حقيقة الأمر اليوم قضايا التهريب وقضايا محاولة الوصول إلى داخل أوروبا أصبحت قضية فوق وطنية، بمعنى أنها أصبحت قضية دولية، سواء على مستوى النقاش بين الدول أو على مستوى شبكات تهريب البشر كما سمعنا من خلال حديثك. هذه الشبكات ايضا هنالك روايات ربما متطابقه لمثل هذه الشبكات، وكانت تنتشر في طريق البلقان تركيا
إلى أوروبا تقريبا بنفس الطريقة، مناديب من آسيا، من إيران، من باكستان، من أفغانستان إلى غير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه نتيجة التضييق والتخويف من سياسة الهجرة وإغلاق المنافذ سواء البرية أو البحرية جعلت هذه الشبكات تنشط بصورة كبيرة جدا، سواء داخل خاصة في الأراضي المتاخمة لساحل البحر المتوسط، سواء ليبيا والجزائر أو حتى تونس إلى المغرب العربي. وهي في حقيقة الأمر هذه الشبكات لا يمكن أن تجابه بجهود فردية وحقوقية ومنظمات دولية منفردة، وإنما يجب أن تواجه بقبضة أمنية دولية على مستوى عالي. بمعنى يجب أن يكون لمناقشة مثل هذه الظاهرة أو مثل هذه القضية جزء أو ضمن أجندة الدول، خاصة الدول الأوروبية أو الدول الأوروبية بالتعاون مع دول الساحل أو ساحل جنوب البحر المتوسط، وتكون ضمن أجندتها، لأنها في النهاية هي متعلقة بحقوق الإنسان بالدرجة الأساسية وتعريض حياة كثير من المهاجرين أو النازحين لأوروبا، سواء من خلال الاختطاف والتعذيب والابتزاز أو من خلال سواء التهريب غير الآمن إلى داخل أوروبا عبر طريق البحر المتوسط، والتي التهمت الكثير بل المئات من البشر سواء كانوا يمنيين أو عرب أو أفارقة أو حتى من آسيا إلى غير ذلك. نعم، إذن ما هو دور مفوضيات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف؟ يعني هل يجب عليهم توفير هذه الطرق الأمنة التي تحدثت عنها؟ دور من بالضبط يعني للحد مما يحدث لليمنيين ولغيرهم من الشباب من مختلف البلدان؟ اليوم هذه القضية قضية معقدة ومتشابكة مرتبطة بالجانب الأمني والجانب الاقتصادي وغيرها، لكن أنا باعتقادي اليوم أن جهود مكافحة مثل هذه الظاهرة تتجاوز حتى الأمم المتحدة، لابد أن يكون هنالك إرادة دولية واضحة وصارمة، خاصة كما قلت لك من الدول المعنية بهذا الملف سواء كانت الأوروبية أو الإفريقية. وأعتقد أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق الصراع ومناطق النزاع بالدرجة الأساسية هو أحد أهم هذه الحلول التي يمكن أن تقلل من كمية الهجرة وتقلل أيضا من المخاطر، لأنه اليوم الدول الغير آمنة مثل ليبيا وغيرها هي الدول التي يستغل فيها الوضع الأمني الرخو لتنشط فيه مثل هذه الشبكات التي كما قلت لك تتجاوز حدود القارات وأصبحت شبكات فوق قارية. اليوم الموضوع اليوم لا معقد جدا، لا يمكن أن نشير به طرف على إلى طرف آخر، لكن يبقى قضية الصراع، قضية الحرب بالدرجة الأساسية هي المشكل الأساسي والرئيسي التي خلقت هذه الظاهرة، وهي أيضا التي جعلتها تستفحل بدرجة أساسية وجعلتها اليوم حولتها من قضية محلية إلى قضية دولية. اليوم مثلا قضايا الحرب في اليمن أو قضايا الحرب في سوريا أو في العراق أو في غيرها تجاوزت آثارها حدود الدول وأصبحت قضية أوروبية وقضية عالمية، خاصة بعد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين، ثم حدث ردة فعل واضح من قبل هذه الدول لأسباب متعلقة بالهوية حتى أدت إلى تغيير عام في مزاج الشعوب في السياسات الداخلية، كما رأينا من خلال صعود اليمين في أوروبا على حساب هذه الموجة، وبالتالي دفعت هذه الدول بصورة كبيرة إلى إغلاق الحدود والتعاون مع الدول جنوب البحر المتوسط وغيرها للحد منها، ساهم بصورة أو بأخرى في تنشيط مثل هذه الشبكة. وأنا باعتقادي اليوم الحلول يجب أن تكون حلول دولية، وتبدأ هذه الحلول من محاولة يعني تحرك العالم بصورة جدية وحقيقية لوضع حد لهذه الحروب التي دفعت الناس إلى المجهود. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد العليم العامري وهو ناشط مهتم بملف المهاجرين من هولندا. مساء الخير أستاذ عبد العليم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد العليم، كونك تمكنت من الوصول إلى إحدى دول اللجوء
في أوروبا من خلال متابعتك لهذا الملف، ما هي أبرز المخاطر التي يتعرض لها اليمنيون الراغبون باللجوء؟ بداية أنا الحمد لله طريقة وصولي إلى هولندا لم تكن بالمخاطرة أو الطريقة غير الشرعية، وصلت كطالب إلى هولندا، ولكن من خلال احتكاكي باليمنيين الذين تمكنوا من الوصول إلى هنا واطلاعي على كثير من قصصهم، وأنا أيضا كيوتيوبر يمني هنا قمت يعني بواجبي تجاه هذه القضية وعرضت مجموعة وسلسلة من الحلقات لمجموعة من اليمنيين الذين وصلوا إلى هنا وكيف كانت رحلتهم، وحسب ما حكوا حسب ما شاهد الآلاف من الناس شاهدوا الحكاية التي أوردوها أنه كانت خطيرة جدا، وجميعهم رأوا الموت بعيونهم، حتى أن أغلب اللي سلكوا الطريق غير الشرعية كانوا يعني أغلبهم كتبوا الوصايا موتهم قبل أن يسلكوا هذا الطريق. فأنا أشوف أنه يعني مسألة حياة وموت، أنه من غير المنطقي أنه أي أحد بعقله أنه يرمي بحياته وروحه بيد ناس مهربين لا يعني ليس عندهم أي مشكلة أو أي خسارة إذا ما مات ولا غرق أحد الناس اللي بيتهربوا معه. فأنا أشوفها في غاية الخطورة أنه أحد يسلك طريق غير شرعي. نعم جميل. إذن يعني ما هو دور بعض المنظمات في أوروبا بالذات؟ يعني هل تجد أن اليمني يفترض أن ينضم لقائمة من يحق لهم اللجوء عبر مفوضية اللاجئين؟ لما يعني لا يعد أن اليمني مستحق لمثل هذا لمثل هذه الفرصة؟ بكل تأكيد اليمني لابد أن يكون له الحق في مفوضية اللاجئين أكثر من غيره، خصوصا في هذه الفترة. اليمن واليمنيين إلى قبل سنة أو سنتين ربما لم يكن أحد يعرف على الأوضاع في اليمن، إلى قبل بعد أن تصدرت تقارير الجوع والفقر في اليمن في الأمم المتحدة والمنظمات بدأت تعرف عن أوضاع اليمنيين، وبدأوا بتقديم حق اللجوء ويعطي حق اللجوء لليمنيين. وهنا بحكم احتكاكي وحضور كثير من الفعاليات المنظمات الإنسانية هنا في هولندا دائما ما يتساءلوا حتى أنه اللاجئين اليمنيين قليل الذي يقدموا في أوروبا وكذا، وقد يعود السبب إلى أنه ربما البعد اليمن الكثير أو أنه اليمنيين بعدهم عن أوروبا بشكل أكبر أو كذا. لكن بشكل عام بكل تأكيد اليمني له حق أكثر من غيره بمفوضية اللاجئين وبحق اللجوء في هولندا، والآن غالبا أعتقد أغلب اليمني الذين يصلوا إلى أوروبا يحصلوا على حق اللجوء، لكن مع اختلاف الإجراءات من دولة إلى أخرى ومدتها وكم تطول وكذا. نعم، إذن عبد المنعم كيف تقيم دور الحكومة خاصة يعني في متابعة قضايا هؤلاء الذين تم اختطافهم عبر عصابات، أو حتى على مستوى التوعية لمخاطر الذهاب عبر الطرق غير الشرعية؟ للأسف يعني أعتب وبشدة على دور الحكومة لأنه ليس لها أي دور واضح دراء. كل الجهود التي تبذل هي إما جهود فردية أو جهود منظمات مجتمع مدني وتطوعية اللي تحاول توعي الناس أنه هذا الأمر خطير، أنه هذا الشيء لا يصلح. بالجهة المقابلة أرى أنه بعض مسائل الدولة للأسف الشديد يعني يسعوا جاهدين أنه أول شيء يسووه أنه كيف يصدروا جوازات دبلوماسية لأقاربهم وذويهم حتى يستطيعوا أن يذهبوا يعني بشكل أسهل إلى أوروبا ويقدموا لجوء، بدل أن يهتموا بشكل أكثر باليمنيين البسطاء الذين لا يقدروا حتى يروحوا أي دولة يسافروها فبالك أنه يصلوا إلى أوروبا. هذا مشكلة كبيرة، الحكومة اليمنية عليها دور كبير لكنها بالأسف لا تقوم بأي شيء واضح وملموس في هذه القضية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد المنعم العامري الناشط المهتم عبد العليم عفوا العامري الناشط المهتم بملف المهاجرين، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. كما ننوه مشاهدينا الكرام أننا حاولنا التواصل مع وزارة حقوق الإنسان، للأسف الشديد لم نجد أي تجاوب من قبلهم في هذا الملف. وإذا ختاما شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.